السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، بالفيديو اليوم رح نتعرف على طريقة الدخول إلى الاختبار الذاتي لغسالة LG 7 كيلو. تابعوا معنا. أصدقائي، نقوم بالضغط على زر سبين مع زر الأوبشن اليساري مع باور بنفس الوقت، ثم الضغط على زر ستارت، وذلك في كل مرة لاختبار جزء من أجزاء الغسالة. وطبعا أول اختبار هو اختبار صمامات الماء، ومن ثم اختبار دوران المحرك والسخان ومضخة المياه، وأخيرا التسارع الأخير. هلا أصدقائي، مثل ما حكينا أن الاختبار الأول هو اختبار صمامات الماء 260، مثل ما حكينا خزان ممتلئ. هذا اختبار الصمامات. الآن نقوم باختبار المحرك نحو جهة اليمين، جهة اليسار، واختبار ايضا سخان الماء. هيك متأكد من جهوزية الغسالة بشكل كامل. قوم الان بتجربة الغسالة على برنامج التعصير او التجفيف. أصدقائي، لهون بنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو اللي هو الاختبار الذاتي لغسالة LG 7 كيلو. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. انتظرونا أصدقائي بفيديوهات جديدة وطرق اختبار جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.